دكتور نايف، أصبحت المملكة العربية السعودية عامل انتخابي داخلي أمريكي كما يقول المراقبون الأمريكيون. عندما نتكلم عن مصادر طاقة، أسعار نفط، وأيضا التضخم الحاصل وغيرها من الملفات، كيف ستستثمر السعودية في هذا الواقع وهذه الأهمية التي اكتسبتها ولطالما اكتسبتها المملكة العربية السعودية وكمملكة؟ شو هي الملفات اللي بتهم المملكة للنقاش فيها مع أمريكا؟ بنعرف الاهتمام الأمريكي شو هو، ولكن المملكة تحديدا شو هي الاهتمامات والملفات الأساسية لها؟ سيدتي الكريمة، نحن في المملكة العربية السعودية إذا كانت علاقاتنا ممتازة مع الولايات المتحدة الأمريكية، اتهمنا الإخوة العرب والإعلام العربي بأننا نتبع الولايات المتحدة وأننا ننفذ رغباتها. وإذا ساءت علاقاتنا في الولايات المتحدة ورفضنا استقبال وزير دفاعها وهو أهم وزير دفاع في العالم، يتهمنا الإعلام العربي والإخوة العربي بأننا لا نتمتع بالحكمة، وكيف نعادي دولة بحجم الولايات المتحدة، والويل لنا والثبور لنا وستقتص مننا أمريكا. هذه نقطة يجب أن تكون واضحة عند المتلقي العربي، عند المشاهد العربي. نحن دولة كبيرة مستقلة، لدينا مصالحنا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن المملكة العربية السعودية سياستها الاستراتيجية أنها لا تريد أسعار نفط مرتفعة، ليس لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما لمصلحة المملكة العربية السعودية ولمصلحة العالم العربي والعالم الإسلامي، لأن معظم العالم العربي والعالم الإسلامي يصنف بأنه من الدول الفقيرة أو الدول المتوسطة، وبالتالي ارتفاع الأسعار سيضر الجميع، وأول ما سيضر المملكة العربية السعودية، لأنه سيدفع منتجي الصخر البترول الصخر النفطي في الولايات المتحدة، وسيجعل أوروبا تتحول إلى الطاقة البديلة، وبالتالي يبقى بترولنا في أعماق الأرض. نحن عقلاء، نحن لا نحلم يعني أو لا نبني أحلام في الخيال، وبالتالي سعي المملكة العربية السعودية هو أن تكون هناك أسعار بترول متوازنة. في اعتقادي أنه 90 دولار أو أقل من 90، ما بين 75 والتسعين، مرضية لنا في المملكة العربية السعودية، تصريح شخصي مني أنا، أو تنبؤ شخصي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، المشكلة الرئيسية في الولايات المتحدة في ارتفاع الأسعار هي سياسات بايدن. فشل في هذه السياسات، هو منع مصافي البترول أن تقوم بالتكرير بالطاقة القصوى، وكانت البيئة لديه مقدمة وعاد إلى بروتوكول البيئة، وبالتالي الورطة في الولايات المتحدة. لا يوجد شح في الإمدادات، وإنما الشح في التكرير، وهذه مشكلة أمريكية وليس مشكلة سعودية. نعم. وعلى فكرة، حتى تفهموا، يعني حتى يفهم المتلقي المشهد العالمي، الولايات المتحدة لا زالت تستقبل البترول من روسيا. الولايات المتحدة مفاعلاتها النووية، جزء منها مفاعلاتها النووية التي تعمل بالطاقة، لا زالت تستقبل الطاقة اليورانيوم من روسيا. العالم متشابك، العالم لا يخضع فقط للتصريحات والمزاج. وبالتالي المملكة العربية السعودية نعم دولة مؤثرة وقائدة في أسعار البترول، لكنها ليست هي الدولة الوحيدة في العالم التي تتحمل أو التي يريد العالم أن يحملها هذه التبعات.